تحتفل دولة الكويت اليوم بالذكرى 27 ليوم التحرير من براثن الغزو العراقي الغاشم، لنستذكر رجالا عظاما أبوا إلا أن يعود الحق لأصحابه، وأن تعود الكويت لأهلها حرة أبية تنعم بالحرية والأمان. وبهذا اليوم نستذكر أبطال التحرير الذين يجب أن لا ننساهم ولن ننساهم، وعلى رأسهم سمو الأمير الراحل المغفور له الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، الذي قاد نهضة الكويت لتصبح عروس الخليج في جميع المجالات، وقاد أيضا وبنفس الحب تحرير الكويت وعودتها إلى أحضان أبنائها شامخة عزيزة. وبالمثل فإن قلوب الكويتيين لن تنسى رجلا استحق بالفعل أن يطلق عليه بطل التحرير، وهو سمو الأمير الوالد الراحل المغفور له الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح. كما لن ينسى الكويتيون الوقفة الشجاعة للدول الشقيقة والصديقة ومواقفهم المشرفة إزاء تحرير البلاد. وبكل فخر واعتزاز تستذكر الكويت شهداءها الأبرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل رفعة الكويت، ودافعوا وذادوا عن أرض الوطن بكل قوة وبسالة، إلى أن أصبحت دماؤهم نموذجا من التضحية والفداء في قلوب الكويتيين. وتأتي الذكرى 27 ليوم التحرير في وقت تنعم فيه الكويت بالأمن والأمان تحت راية قائد العمل الإنساني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهم الله ورعاهما.